الكابتن شريف اشرف لاعب نادي الزمالك منورنا النهارده في حلقتنا. برحب بيك مره ثانيه يا كابتن. خلينا كده نروح لفقرتنا والافضل، بما اننا يعني في اخر يعني او مش في اخر، احنا في اول سنه جديده، فممكن نكون بنقيم الحاجات اللي حصلت على مدار سبالون دور كده يعني على الضيق. خليني كده اخد رايك، مين افضل مهاجم في عام 2023؟ مصري ولا محترف؟ لو عايز تقول كده وكده قول. يعني محترف متهيألي مابولولو. مابولولو طبعا. مصري ممكن نقول اوفا بتاع انبي. اوفا انبي. شايفه يلعب يلبس تيشيرت اهلي وزمالك؟ ما نقدرش نحكم عليه الا لما يلبسه. يلبسها فعلا. فلان انت عارفه اللعب جوه الناديين الكبار بيبقى بيختلف. في ناس كتير قوي تعلقت مع فرق تانية، ولما لبس تيشيرت الزمالك او الاهلي كان الوضع اختلف. والعكس يعني في ناس برضو ما كانتش بتحسهاش قوي، انما لما جت لبست مثلا تيشيرت نادي الزمالك او الاهلي او المنتخب حتى تالقوا. يعني مروان عطيه كان متالق، بس تالق اكتر وقدر ان هو يكون بيتحمل مسؤوليه تيشيرت كبير زي تيشيرت النادي الاهلي بشكل جيد. افضل مدافع في 2023؟ محمد عبد المنعم. مين افضل لاعب خط وسط في 2023؟ زيزو. شايف امام عاشور فين؟ كويس طبعا، لعيب كبير، لعيب كبير جدا، امكانياته هايله، بس هو طبعا اللي حصل الفتره اللي فاتت دي حته بقى الاحتراف ورجع على النادي الاهلي ومش عارف والكلام ده خد منه شويه. يعني لما هو لعيب كبير طبعا. افضل باك رايت؟ افضل باك رايت عمر كمال. وافضل باك لفت؟ علي معلول طبعا. مدير فني هو الافضل في 2023، اجنبي او غير اجنبي؟ كولر طبعا يعني. بالارقام يعني. طب لو مصري، لان انا شايفه بصراحه مجهود كبير جدا من مدربين حتى مش متوفر لهم امكانيات كتير او متوفر لهم، بس قدروا ان هم يكونوا بيعملوا حاجه. في مصر يعني في مدربين مصريين ماشيين بشكل كويس جدا، يعني مثلا اتكلم على السنه دي بالاخص في مثلا كابتن مصطفى، بالنسبه لي احمد عبد الرؤوف مدرب هايل. مدرب مصري تاني كابتن مجدي ابو عاطي برضه ماشي بشكل كويس جدا، فلازم نديهم حقهم طبعا. دي حقيقه. افضل حارس مرمى؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي. بما انك كنت لسه بتتكلم على عمر كمال عبد الواحد، بنتكلم على تيشرت الاهلي او تيشرت الزمالك، واضح ان خلاص يعني الرتوش الاخيره بتتحط على صفقه عمر كمال عبد الواحد اللي كان عليها كلام في اكثر من ميركاتو سابق، بس واضح ان في ميركاتو الحالي هي اللي هيتم يعني تفعيل هذه الصفقه، حتى لو كانت بصفقه تبادليه ما بين لاعب هيروح من النادي الاهلي لنادي فيوتشر. خليني اعرف منك، شايف عمر كمال عبد الواحد بتيشرت النادي الاهلي بيقدم ايه؟ اعتقد انه لعيب عنده شخصيه، وهو عمر اثبت ده مع المنتخب في بطوله افريقيا اللي فاتت. لعيب امكانياته كويسه جدا، بس نفس الفكره اللي قلتها لك مع مثلا محمد شكري، مع الثلاثه الليفت باك اللي في نادي الزمالك، هو عمر يروح نادي الاهلي كرايت باك ولا كرايت وينج؟ لان عمر اصلا وينجر يعني، اصلا مهاجم، بس هو لو هيروح رايت باك، ما انت عندك محمد هاني، عندك اكرم توفيق، الاثنين ما شاء الله كويسين وصغيرين واقوياء يعني. هو هيروح ثالث معاهم ولا هيبقى عشان هو جوكر بيلعب هنا وهنا؟ وممكن هو بس هو انا بالنسبه لي هو لعيب اضافه يعني. يعني اعتقد ان شاء الله ربنا يوفقه، واعتقد انه هيكون اضافه كويسه. وبالظهور بتاعه مع منتخب مصر، السؤال الغريب ان كانت الفتره اللي فاتت كلها كان الكلام ان هو هيروح نادي الزمالك، فجاه سبحان الله يعني فجاه الدنيا اتقلبت وهيروح النادي الاهلي، فحاجه غريبه بصراحه. هو الدنيا كده في التغييرات اللي بتحصل في الصفقات ده الوضع على طول اللي بنشوفه.